السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعيقوا نعيمة أركا آت إقدا عوني سألنوا جنال كينا انتهى أهليك إسأهو ما شاء الله تبارك الله مو خالع سمع لما أسر لما أسحاب تيد ولا الله جنال كأريك إسأهو آدي آلا إدين سلامة وقتي إدينتا إن شاء الله هنو ووعنا الله أنا وقتي إدينتا إدينك وقتي إدينتا وقتي أنا صدوة إدينك الوقت إدين سو قارة سو دواء ولا الله سوبر شو ناكسن ما شاء الله جنال كوو بحي وو تغي لواتن كيكون وحي راك دم إن شاء الله شير غريسي ولا لقل أقوى لألونه لايك نميل لغو غرسينا كومنتي دي إيسو قرأ سؤالها سبر قياش جوابت عنك صوب بحين دونه وغطكو يبدينهين واتس أبكيك الساس وبوحا مارك إن شاء الله إلهي هنا أسطرق إلهي نحفديو إلهي وقتك هنو بركيو وفو البوقف كلا غيبك أكدعوي سي إلهي أدينا أمحو هاي إرزاق داس غيبك أكدعوي نيسيت أبال مارين تيد سو إلهي نوضسي إن شاء الله محاو داسي دا تايتل كسو عربتين بصل بصل هذا كور أنا مر مر كعكيت تمه كحد لاي أنا مر كعكيت إفكشن كحد لاي مر مر أنا محن هاي مقار كحد لاي مر مر أنا كحد لاي معناها إن حدد دقيقة ونحمل جري أو مر كي عن كعبيش كحد لاي وسوق على الجري وحن كعب هان أنت لقيه له بصل شنو واقع هلي كرتا ساسا ديجري لكن أنا بصل سدوا استعمالنا بصل شو حن سمي سنة إن بنا مكسوع العلي بصشة إسكجيرة بصشة وحوافة إذا أت فر بدنا كجربت عديرا صو بوسنا مركي ودك أنجبني هبكي أصو قرن أصو توبرنا قفل بأو ويقانا هدي أكيرس بحر صو جد تعمل عن تبتب لو مجد موها كيرس بحر هدي أصو جد أنا حتى تبتب استعمالنا لكن قف كي فهمك موضوع معنا ولي قف كأن فهم سنين إن فإذا أت فر بدنا كجربت إن شاء الله هر وجود قلدونا هدي لا إلهه بس قف عن براي مرح waynu taala laki ina soo qaad inta aan soo saar basalatan ehay macna in la yaqaano luuki aan ka warqaba marka insha Allah timirtu waxa inta soo saar waxa ay timir walay qaan laakin dadu haajira dadku wada qaldan saar oo noo timirta aha tinjaarada la lagu timirta aha tamadoo la lagu timirta magac timir timir leeyo marka geedka timir geed timir leeyo macna laba timir ma wax buuxay sidi tukiyo kal xoga aan xanaaqi madid geedka timirta du gaari waa wadi jilaaleer qaraab badan aan timirta أنا مكو جاري وأساس لها إن بني آدم كان دبي عدي سب ي ي معناه حيوان تحت على مدوى بني آدم كان ماشي جاري ويا نوع عصيرها إذا دالة وإذا دالة مش مكي جاري أكوية ناس أصلا يا أنا ورا وضع ما كان رأس حد وهربتي ما كان شاء الله ودقولي سن هذي لا يراه أو أن يسفى إذا إنه وحي فائدة هو مركز أنا أنا أوجا فإذا سو جبنا لكن كان هيك خربني إن شاء الله وحي أد تقانين ومركز أنا أنا ولي أنا أوجين يعني هذا إيه علم بدنا على كم كتر ده من حواء إيه خب أقاسنا كتر ده إيه هو أقاسنا كتر ده إن أنا كوين ده إن أيجا إيه وين مركا وحواء وقت قبل ما صو إهد وقت ويلا صو إهد هذا أنا أربعة ما خطي هو هو أنا كوني سا وقت حصو إهد من حواء هاي إن حصو إهد قبل حصو إهد هو يعني خط أيني ما أول أنا أسيس عطام وقت يصو إهد الحمد لله الحمد لله إبراز سوبني عفمان إلهي كبرينا إن حواء جدود يعبدان بس الشهادات جدود أنت ee haday aqta labadaba muxuu ahaay faa'iido aad u farabadan ku jirto marka la saareeyo madayno mid aqle laga wada mid gudan laga wada way si quality badan yihiin oo hadii markaas la yiraaho in dadan ama araf ama waxaas habka anaga aan u isticmaalo guduuda aad u araf badan oo waxa uu dalan jiray cadaantan waxa la jiray ceydinka macnaha ansaratada waxaas lagu jarjar laakiin labadooda hadda mid mid ka faa'iido yar inay san jirin araba insha Allah وسيذا أنا جو استعمال أو جو است أو أكل أو جو يعني مو ناقصنه سليم دمرك أكو ده العيسى تاع حرمة من أي دب أهد أي سعرنا لك أي كشيل مكرت أي كشيل مكرت سيقول لي منين فائدة ذي وحوى أنا إعلان قصة على جنال أو حق صوته من نرد على الفاميلي قالوا في كده إعلان على القصة مرك قارك يدا إذا تيتونك إسكو قصة أو حالة سمية ملك استمكاس روحها نحوها نبركة قربها وحنونها ولا مريها sida faa'iido noogu iman kartay noogu iman rabtane waxa kale oo ku jira in ay xididada dhiiga ay xirmo een badana qaybta gadaal oo kale hooyo markay uur leedo waa hooyo markay ilmo dhasho kale een rag iyo dumar ka dumar ka u badan laakiin yaani waxa la dhaha een luqad finish ka een sooni kohi oo laga wado een waxa xirma xididada oo lugaha qofka cabo kale oo aad u cab korkiisa horaal laga arkaa waa laga dareema من وبودوينكا عن جرد بودوينك عن جرس من موها يحوجا لقطه صو كبوكا وحصو معناها حيدا كل إحجره
waa dhex arkaa qofka mar hadii jirkiisa uu jircad yahay qofka oo lugta markaas oo jirkiisa maqaarka uu madow yahay uu dareema in uu lugaha ka soo xayo kubaabii ku koreyso haddii dhaqtar uu tagay xataa xaaladaha xididada kaa xirxiran way u fiican tahay marka taas laftirkeeda haddii qofka saytuun oo kale intuu ku dhex dhilaaliyo kadibna uu saliid uga dhigo ku daliigo meesha ku waxee way furtaa oo xididada dhiigga faa-iidooyinkeeda marka intaas ugu tagi doonaa inay ka mug badan tahay dhadhan iyo dalac iyo carfis iyo waxaas kaliya aysan ahayn saliid ahaanoo ka heli kartaa oo maanta lagu soo gataa saliid ahaan lagu soo gataa subxaana allah maqaarka u wanaagsan timaha u wanaagsan qof kastoo heli karo macnaha haddiiba tin la yiraa way u wanaagsanta waxay sameynaysaa dhumac u yeeshaa timaha oo qaybta gadaalan ku keeni doonaa tinta inay cusulaato tinta inay muxuu ahay awoolka iyo jajabka iyo muxuu ahay khafiifnimada iyo aflaaqda ay ka dhammaato hindida aad ay u cuntaa iyo muxuu ahay dadkan kale oo eshiinta ah sidoo kale carabta aad ay u cunaan waa aragteen marka timahooda miisaan haddii la saaro macnaha wuu cabiraa ma aha kuweyna xoogaa inta khafiif noqday afka kasii yaryaraaday muxuu ahay sasu kaleento ma ahan qof kastoo marka basasha isticmaalo kumid ma aha qofka kale timihiisa dadka ay cirada kusoo degdegta xataa badanaa aaday uga hortagtaa oo haddii already mar hore ay ku cadaadeen gooni wa marka haddaysan ku cadaanin aaday ku anficaysaa faa-iidada koowaad ilaa dhowr iyo tobanaan ka sheegi doonaa ilaa labaatan inaan boobsiyaan isku daya insha allah hal muuqaal ka dhigo iyada ilaan sharxaad igama baahno oo halkaasay ka baxdaa oo historiyeeda magala iyo juqraafi ahaan macnaha sasay u baxdaa isaanay noqotaa waa la yaqaan qof walba basal basal antioxidant waaye faa-iidada koowaad oo macnaha horaan uga soo hadlay antioxidant qofkii aan garanaynay antioxidant maxaa la yidhaahaa waa difaaclaha wax loo kordhiyo oo faa-iido u leh jirka kadibna la dagaalamo dhibaatooyinka ka imaanayo fabyte radicalia oo ah elektroniga jirka gudaha muxuu ahay halhalka u socdo ee dhibaatay kow gudaha sas banaanka ultraviolatiga ku imaan karaa ashicada banaanka oo qoraxda oo maqaarka dhibaataysa waxaasoo dhan oo marka anti ku yahay uu kasoo horjeedaa aad ka buuxo basasha haddii shalli dalac kali uu ka ahaan jiri maanta waxaan rabaa inaan ku dhaho ha uga ordin macnaha tukan karo afkay kasoo carfaysaa muxuu ahay cadaya yaal way ugu soo shiirtaa dadaa dhahaa aad urteedaa necbah dadaalo dadaalo basal dhan cuntada kuma darsado marka wixii maanta ka dambeeya waxaan rabaa hal mar inaa jarjarta anaga hadda waxa waaye aad jarjarana oo uga buuxina aniga maxamed weli maxameda aad usii muxuu ahay isticmaalkeeda maalintu as jikada leeyahay kuweynaan laba xabi saddex xabo wuu jarjaraa marka ani waa soo gaabiya oo elementas iyo inaa okiyaal u doonta iyo waxaasay xoogaa aan ku nacamahane faa-iidadeeda waa ka warqabaa marka insha allah aan daa-inno haddii ilaahay yidhaaho oo cuntada aan ku darsanno kooga hor marka foornada gishanaysad xataa ma u baahnid inaa iyadoo oo sideeda aa ku gelisid foornada hoos mari waxa kale kasoo kulmari si iyado huura lamo sas camal ay u karto oysan gubanin koran soo marinin haddii aad digsiga ku karinaysadna meel hoose u gey miyaysan kaa gubanin adigoo saas sameynaysa insha allah midda labaad waxay la dagaalantaa colesterolka colesterol iyo muxuu ahay basal jirka iskuma arki karaana la dhahaa waxaa loo leeyahay waa marka qof walba colesterolka haduusan sokor qabin badanaa waddanka aan joogo kale waxaa la yidhaahaa adima aragtid inaa xoogaa aad cunto kusoo muxuu ahay saxdid mise ilaa hadda in dhakhtar a ugeybtido daawo lagu qoro waxaas maaragtaa macnaha waa loo bandhigaa qofka waxaad ku sixi kartaa cuntaa ku sixi kartaa hadii daawo aaratidna waa lagu qoraa juuska marka qaarkeed bukaanka asaa gacanta loo soo geliyaa qofka macaamiisha oo la yidhaahaa waad dhowdahay cuntana waa iskiiga sixi kartaa badanaana waxay aad u wanaagsan inaad cuntada ku saxdid oo dhirtii aala daa-intid oo kaabayaashii aala daa-intid jirkaada adoo cayilan oo buuran hataa malaha dadku waxay umalayaan qofka markuu cayilan yahay keliya inay colesterol uu leeyahay marka adoo cayilan yaad ka badbaadi kartaa oo cuntadaada haddii ay saxantaha insha allah weliba waxaa la yidhi waa isku balansi tiraa oo maxaa la yeelay basasha waxaa ku jirta versatini maada la yidhaaha versatiniga muxuu naga anfacaa insha allah mar kalan si kaaba ahaan aan uga soo hadli doonaa haddii ilaa yidhaaho wuxuu isku dheeli tiraa colesterolka kan fiican iyo kan xun sababto miisaan wan muxuu ahaa jirkeena haddii colesterolka kii xumaay uu kor u kaco kii wanaagsanaa dhulku kaaba uu noqona marka sas iskugu dheeli tirtaa oo waxay samaysaa basasha maadadan ku jirto in aldhay alkiyo kii dilaaga ahaa
iyo hoode aan actually alki hoona wal dhaha hoode alki oo ki wanaagsana aha inay tawaasinkooda ay isla socdaan iyo muxuu aha in ka qayb qaadata mid saddexaad difaaciyash ay kor u qaada subhanallah awood xoogan siisa sidaas marka hadhow hargabki iyo wixii oran aad iyo xanuunadii kale oo kugu soo degdeg la badbaadisa mid muxuu aha shan iyo lix ilaa notirnoosiin wadnaha ay aad iyo aad iyo aad ugu fiican tahay qatarta ku soo wajahdo marka qaarkood ataaga wadnaha ku yimaado oo ah in qofkii xataa inuu suuxo oo nag laga siiyo qaanadihii albaabadii dhexdii dariishadii wixii oo dhan macnaha shaqo badan uu haya maho wadnaha marka aad iyo aad wuxuu u siiyaa awood fiican kadibna uu ka ilaaliyaa khatarta kusoo wajihi karto ka hortagaas marka uu yacni wadnaha hagaajinayo ee basasha maadada ku jirta uga hortagayso waxay uga badbaadaynaa xididadii inay noo wanaagsanaadaan darbiyadii xidiga goormaa la soo celin jiraa lagu dhahaa 70,000 oo sano macnaha la soo isticmaali jir subxaanallah todobaatan qarni waa 70,000 oo sano ha macnaha halkii qarni waa 100 sano 10 qarnina waa 1000 qarni 70 yani 70,000 oo qarni waa 70 sano yani 70,000 oo sano بسم الله يعني وقت أكو فجوات نحيل ناس على سوي استعمال جلاد بليه هاي نمدنا وحكتو إن كاريال بدنا كبوه كاريال بدنا كلي عقول جدا فيتامين فر بدنا كجرو وحكو جو سيدو كلينتو معادن أت مهم وأ فايبر كجرو نحو هاي إن عمين أسيد كجرو بس الش لمالك رز سبحان الله ماله فر بدنا يبوحسا فيتامين بي 1 كجرو بي 6 كجرو ي بي 9 عن سومالية بحال فيتامين بحال يبقى لح يبقى سجال بقى سجال وفولي أسد كي سبحان الله وجرك مركي هو هيستنى أن أبن هاي شخص أو كخبطه سيدا قال حكوا جرب فيتامين سي سيدا قال حكوا جرب فيتامين أ سيدا قال حكوا جرب فيتامين كي بس هالش هذا غني أو تهاي معلن أهم مركي أو رجع إنه حكى بوها نحو هاي إن كروميوم وأنصاب برنا مغنيسيوم أكو جرب بوتاسيوم أكو جرب فوسفور أكو جرب كالسيوم يركي سبحان الله إن فايبر نك ويلها أو بونشو بدن ويلها سيدا قال mid lixaad 7-8-9 idinka loo tirinoysiin waxay ka hortagtaa dhiiga xinjirooga tii aan hordhacigii ku sheegay waa dhiiga xinjirooga la yiraahdo macnaha dad badan ay daawo u qaataan oo dhiigooda uusan qafiif ahayn normal ahayn xinjirta uu ka noqdo dhanka xinjirooga u dhowda la dhahayo dadkaasu aad iyo aad iyo aad ugu wanaagsanyihin xirxiranka xirxirmaayana uu ka daliiga oo u dhilaaliya oo wuxuu awood xoogan siiya qulqulka dhiiga dhiig xirankaas waxa uu ka dhashanay insha Allah muqaalanka soo sameyn doonaa oo sababaha keeno calaamadaha qofku uu isku arki karo iyo sida lagu daryeelo maran ka soo hadlaa insha Allah xusuusiyadii aan iloob aad u muhiim yahay sidoo kale macnaha qaybta hoose xirankaas ku yimaado oo maadadaas ma aragtay vercetin la yiraahdo aan soo xusay markii aan ka hadlayay qaybta cholesterolka ayaa basa shaqani ay ku tahay ka buuxo taasa marka isti ku sameys isti waxa laga macna isu istaag in uu sadigan xinjiroobin sidoo kale mid ku xigto infectionka ayuu la dagaalamaa allergic kadu la dagaalamaa wuxuu u fiican yahay basa shaqani ka hadlayna moqta infectionka uu wanaagsan tahay allergic kadu uu wanaagsan tahay infection iyo allergic muxuu kale yahay wax isu dhoma farqi bayna mashriq wal maghrib iyo kale yihiin laba isu dhoweyn waaye mid ku xigto dheefshiidku wanaagsan yahay fiber ka buuxi sidaas daraadeed ayay muxuu ahaay min af cuntada markaa gelisid ilaa ay ka baxdo ayaa la isku dhahaa dheefshiid aad ugu wanaagsan tahay marka oo macnaha xibin gaar ahaaneed oo si gaar ahaan loo dhahay inta ugu wanaagsan tahay wanaagsan gadaal waa laga keenaa oo la dhahaa afka ugu wanaagsan tahay mandhicig waaweyn ay ka ilaalisaa kansarka gadaal way nooga imaan doontaa laakiin tusaale markii isku qabto dheefshiidka waa kanaal dhan kanaalkaasi marka ay ugu wanaagsan tahay haddii dacshiir ku hayn jirin haddii laabtilaac ku hayn jirin haddii muxuu ahaa mar walba acidkaaga uu kor usoo kacay waxaa soo dhanay balansi garaysaa basasha yaan la yareysan insha allah maanta ka dambe hadii la yiraaho sidoo kale niyad jabka iyo stresska buuqa depressionka aad ugu wanaagsan tahay oo muxuu ahaa sidoo kale vitamin b 9 ku jiraan dhaysamahan wuxuu noo qabtan waa ognahay oo maxaa yeelay hurdadu wanaajiyaa vitamin b 9 magnesiumna wuu ku jiraan dhahay markay hurdadu ku wanaagsanaato muxuu ahaa maalinlahaadii uu wanaagsanaado kadibna maskaxdii hab shaqeyn shaqeynaysiiyey dhiigga wareeggiisii
محو هاي أولك سنة وحصلنا نحو كشقلة فيتامين بي سجالك وهو قال أقابل سنين إن ديج كل خل كيسة أكسجينك إنرجيك مسكح ذا معناها سهلا أيكو هشو وهو بحياة دك مسكح ذا لجو جالسين أيو إنرجيك نفق ذا محو هاي إن أكسجينك وحصلنا بي سجالك أقابل سنة هذه بي سجال جرك أيكو هيسنين وحد إن كسيجان تهاي إن معناتنا معناها دك هذا أو ليج وسن أود الهانين تاسع وحكي كده مك هاي الأور كلا إن مرولبو أما هاي يسوب ديارين ليس إن أوريالت أيال وانيا فيتامين بي سكال فولي أسيد كروخال درجة مناسبة كقال هاي الأور كلا كليم أنا حتى ركيا دمر قف كستودونا على مكاس إنه عفمت نو هذا إن شاء الله معناها مسكح هذا إن أكسجين وقت والبهش وديني ديني ما دي سعر له جرك إلا أنا نأذن عنها إلهي هو نقول حيا الحمد لله سس أصلا سنة ديني ما ده أنت ما كي يجي وضني ما أنا أقول أوكي له إنه صار سعره ربع هذا أنا مركز سعر يعني شخص وضني هذا أنا أنت إيجي أدي سعر مركز أنا إلا ديجي لو من سس أكل ورجينا سس أكل ورجينا سس أكل ورجينا ما نو صار جلا ما نو كبحة ما نو صار جلا يودوين كيس ما بقدر إني عص أمري وحاسوكم إسكو جوش أيه دبي أباهين أو ديني ما سيد جورج دبقة لحق قف كدجن يقف كهوس دجن بيها إسكوسي وجمس عناين قف كهوس دجن ديني ما ذا قبير وخالنا لكن قف كلح دجن تضبط سيد دجنه ديني ما أول روبة هي أسرته سيد أسامرك دبك وضنها وأنت كوي على مسكح ذهب وجالسين لها فيتامين بي سقال كاس أو قبل سنة دبك أسوسي مع هاي إن ليج هول كلام قالني ما شاء الله وان لوبه ناس نان جعله كله أنا ما أنا عن جعله نان وفهمه نين اللي دوك اللي فيتامين بي عسى كل جرس اللي كتبه حق جعله إن أوجد بي جد إحنا سويه وكقبنا عليه إن سداس درادي ده حلية مركا إن وحد أنا كخيب قطع للاشة ده هرمون ده إن ده هرمون ده أنا إدشان وجركي وطليه يكخيب قطع ولو حس قاسة فرط لوسي فيه مرك اللي هي سيروتونين يه دوبامين لبلاس أيو آدي آدي آد بس شو ما ده كجت أي قصو صارتا بس شو هذي أدا أنت معناها حنا قلنا سهل وقف معناها إن هدوذي أيوة ناقصين تهي فرحدي أيوة ناقصين تهي سأقص الاسترس أن كنا قلنا كنترول كيس أو كلتجينين ومعناها دو حنا حتى كنترول وكتجينين نية جب كيس يسهلنانين تاسو كلام ده مركا إن قفل هو كدرسه إن عا إن بس شيء نورمال كذا أي كجورته أو وحي دتك سيسا هو الله هو الله حواي good feeling إن ما عندنا ندرينت وناك يشحشح إن كنا شهد إن أمرجد يقولك ولا وحصلناي شركة كسرتا أو لبعضن هرمون وسجارة هندلا تلماما أيام قال يوم مرك إن شاء الله إن وقف فرحت كنا هذا لبعضه ده مسكح ذا نعس كسر شام مسكح ذا دبك سيء وباهنت أو فيتامين بي سجال وكخيب قالنا بحيرة مسلسل وساس سكوب وركسين إنه جديد جركين والله حصلنا كذا مرك إلهي أنكم هذين نقف البو بتكيد دوك سجال إلهي شكري habkas quluxdana abuur hadana ilaalina alhamdulillah waxana aan ila shakarna ama ilaalin karno ma jirto inta xibnoodo nagu taal mid aan hal hal abki shaqeynis aan u ilaalina dadre awood mili mana ilaalin kartide ilaahayo noo ilaali insha Allah in mid ku xigto abateedka ay furta oo macnaha hadii aad qofku adiban dhankaas abateedka way ku wanaagsan tahay mid ku xigto maqaarka ugu wanaagsan tahay subhanallah horan uga soo hadlay sharaxaad kale ku micilinaayo finka nabraha duqoo nimada een dhalinyaro marbta aha basasha la darisaa bleeda markii uu dadka oo aan eeshin yar yar nooyi weyn maqaarkoodan ayoon saliid soo marsinno kareem soo marsinno iskuulka degto af fadhistan way duxayeen haday kula shaqeynayno maanta dhanka aanta ila qayin sidee adiga bas ku noqonayeen igu ma noqonayeen markay insha Allah saliid farbadan aan ku jirto saliid suuq wax soo leysa een hadii aan soo helo insha Allah waxaan ahay een waqtina waxaan sameyn doonaa inaan سديده يا معل ان سوغلي وقتي قاعد حيوا وان اسكو ديا ان شاء الله عشان ما انا كحدله ان ديبو نقود ما ادد ان كحدله ما جيل لكن ان شاء الله وان سمين دونا مقارك ايو تيمها نو في عنتو هورا او كحدله اوودي سيسا او فيتامين سي كبوخو او كقيب قادانا معناها ان دلاشده كولاجين لبدان كولاجين او باين سومان تيمها يا مقارك كولاجين كما كادي اد شان يلا واتا كيرتان جيركادا هيستو او معناه انو كو دشو iy ka qayb qaadan oo een basash ka qayb qaadanaysa hadii aad banaanka ku cunaysidna inuu ku milmo marka insha Allah daa'im sidoo kale wuxuu jirka ka saarta sunta
sunta een amino acid far badan ku jiro een waxa wanaagsan tahay beerka beerkana waan sheegay inaa ilaashan aad muhiim u yahay een xiidmaha waa weyn ayay waxa ka ilaalisaa kansarka oo fiber far badan maadaama uu ku jiro qofkii waxa suurtagal ah in saxaradii aysan ku baarin oo maalmo badan iyo isbuucyo badan ay la oolin xiidmahaas een sidoo kale dadka sokorta qaba aad ugu wanaagsan tahay oo waxay hoos u dhigtaa een waxay hoos u dhigtaa dhiigga sokorta ziyaada ku ahaan lahayd waxaa ku jira chromium aan wada garanayno ay qani ku tahay een basasha chromium ay aad qani ugu tahay chromium waa kasoo hadlay gadaal uguma noqonayo oo maxay leh glucoska oo jirka muxuu ahay oo dhiigga ayuu jimeeyaa ay jimeysaa sidoo kale rikiya ku jirto een macdanta la yiraahdo oo ka qayb qaadato dhalashada insulinta intaasaan ugu talagalay weli waxay aan khubarada ay dhahayeen ilkahay wanaagsan tahay lafahay u wanaagsan tahay murqahay u wanaagsan tahay marka haddiiba cunitaankeeda aad daa'imtid oo aad bilaawdid waxaan rajeynaa insha allah inta aan sheegay oo labaatanka ah iyo inta in daaragti ahaan kuu soo raaci doonto yaa farada ka badan marka madii lagu dhaho amino acidaa ku jiro vitaminaa ku jiro macdanaa ku jiro muxuu ahaa brotiinka waa amino acidka aan ka hadlayo fiber aa ku jiro hee aaday qani u tahay marka la agdaga insha allah khayri caafimaad in salaam waxaa idin leeyahay in badan is ahaada iska warqaba suroonaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.